لان انا استفزيت جدا من المداخله دي. ما اعرفش ازاي بهجت بيجيب صح. انا لو منك كنت مسحت كرامتي على الارض مع احترامي. لا 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 احترم نفسك بدل ما انا لمسح بكرامتك الارض. بص امك احلى ما بخلف لا لا الاخت دي جيسي بص امك على الصم السيسي يا شرموطه اختك يا بنت اللبوه مش عارفه تخش مصر وانت عماله تقولي انا بعيد السيسي بايدان هو ان اختك هتموت بره مش عارفه ترجع يا بنت الاحمر. استاذ بهجت. نعم يا استاذ. هي اوفيدا جت تسلم على حضرتك. يا سلام يا سلام يا سلام يا جدعان ميدو هي فين ده وحشانه بلا هزم والله زمان يا سلاحي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه؟ حتى ميدو جاي يسلم سلم على الاستاذه يا ميدو. الاستاذه دي موزه ميدو خد بالك. بس انا سيساويه معاك. وماله يا فندم وما ملكت ايمانكم ما احنا ان شاء الله هنزل السيسي وناخدك لحمه. انا مع السيسي والجيش والشعب. وماله ما هو احنا شعب. احنا الشعب ما هو بص احنا في حرب. انا الشعب اللي مع السيسي. ما هو احنا ايوه ما هو انتوا هتكونوا حلو لنا بس احنا عشان الاستاذ جيسي كنت لازم اسلم عليه برضه. تكرم يا ست الناس تكرم يا فندم تكرم ما تلاقيش يعني هنقوم بالواجب يعني. لا يا شباب تشوف هنقوم والله مساله وقت مساله وقت 80 سنه كده ان شاء الله. لا مهم ما تكونش يكون كلنا اتكلنا على الله وممكن يكون 80 يوم محدش عارف لو نظمنا نفسينا لا اقل من 80 يوم عندنا كل دواعي الثوره. سيبك من الناس المرتاحين بقى في شغلهم شغالين شغلانه مرتاحه عايشين عيشه مرتاحه دول مش بيبقوا مصدر ثوره من امريكا ان شاء الله. نعملها من اي حته شرط. احنا مش قاعدين انت بتكلميني وانت قاعده في البيت صح؟ وانا بكلمك وانا قاعد في بيتي سامعين بعض بوضوح صح؟ جدا. ممكن تفتح الكاميرا وانا افتح الكاميرا شايفين بعض بوضوح مش شرط بقى اكون انا قاعد فين. واحنا لو كنا عايشين في بلد محترمه كنت هكون قاعد في مصر لكن البلد مش محترم اللي بيتكلم بيتفشخ بيتنفخ. حتى انت جزء كبير قوي من رايك اللي انت واخداه لانك تعلمي ان خرقتي على النص ونشاز بس في جمله فشخت دون رحمه. لا 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 والله لا خالص لا لا والله مش عايزه مش خوف والله بس انا مع الاستقرار. اي استقرار يعني اي استقرار اتبنى له 36 سجن مركزي اي استقرار يعني استقرار الشعب السجن الناس بتتفصل عشان رايها السياسي. اي استقرار عشرات مئات الالوف تم القبض عليهم وزجبين وتدمير مستقبلهم. اي استقرار ثمنه بيع الجزر وارض الوطن بتتباع تفريط في ميه النيل. اي استقرار يعني ناس عايشه عيشه ضنك خصوصا الناس الفقراء. اي استقرار الغاء الدعم المعدومي معدوم الدخل انا بسميه معدوم الدخل مش محدود الدخل. اي استقرار وكيل وزاره في تربيه وتعليم مرتبه 4000 جنيه بعد ما يطلع ميتين امه 30 سنه ويطلع واد خور ابن مرمه اتنكه موزانيه في الدبوره ياخد 16000 جنيه اول ما اتخرج. ما هو هنا هو ده الخطوره بتاعتنا ان احنا ما لا احنا عاملين الدون كنا الى النار ومش عارف الايه لا لا احنا بن يعني بنجيب الواد السيساوي نفشخه ونسيب امه وابوه والسيسي واللي جابوه وبيضحك وهو ده جمال. لا 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 نتحاور لا انا مع السيسي ومع الجيش ومع الشرطه بس انا ما اقدرش احاور حضرتك طبعا ولا حضرتك كلمتني في اي قضيه مش هقدر احاور. ما احنا ما بنتكلمش في قضايا انا بكلمك في قضايا المحشيه حتى كلميني في المطبخ. لا انا اتكلم في برضه ما بعرفش اطبخ يعني حتى القضايا المحشيه. طب امال مين اللي بيعمل لك الاكل؟ مين اللي بيعمل لك الاكل؟ طباخ. دي مش طبعا طباخه يعني انت حياتك ميسره لدرجه ان انت معينه طباخه في البيت؟ حضرتك عايش في امريكا وحكيت حياتك ميسره برضه. لا انا ميسره ايه ده انا قاعد بالاندر وير عشان ما عنديش بنطلون بيجامه. ما عندكش بنطلون. جيسي انا عايز اعمل مداخله ممكن. اتفضل يا سيدي. ايه اختك عايشه في امريكا ولا عايشه في مصر؟ في مصر. وانت عايشه فين؟ لا ما بلاش بقى. لا ما انا مش قصدي انت تقدري تخشي مصر عادي؟ حاليا لا. مش بقول لك بصوا بقى يا جماعه هم دول مؤيد اسمعوني بقى سامعا هم دول مؤيدين السيسي. اختها مش عارفه ترجع البلد وهي بتقول لك انا عايزه افضل الوضع كما هو عليه. ليه؟ عشان يلا نفسي كل مؤيد السيسي يلا نفسي فقط. انا واحد من الناس اتحكم عليا ظلم واتسجنت ظلم ومش عارف ارجع بلدي وبدخل من ورا الحكومه البلد وبخرج اخلص مصالحي فيها علشان خاطر انا مضطهد. انا عملت ايه؟ انا اذيت مين؟ انا شلت سلاح ضد مين؟ انا جرحت مين او قتلت مين؟ ضيعت مستقبل مين؟ ولا حد. انا مضطهد رايي. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ هم دول مؤيدي السيسي. اختها بتطمها وابوها مش عارفه تدخل البلد وهي انا مع بتقول لك بالحرف انا ماليش في السياسه بس انا مع السيسي ومع الجيش ومع الشرطه. انما هي مش مع اختها ولا مع الشعب. هم دول. هو مين اللي بيتكلم ده؟ انا عايز هم دول مؤيدين السيسي يا جماعه. انا واحد سمع حضرتك مش بتاع فيديو كليب انا واحد سمعك انا واحد سمع الكلام اللي قلتيه
وطبعا عشان يقول اني ايوه فندم انا عايز افهم كالعاده ما عندهمش حاجه يقولوها غير مش انت بتعصب ايدي مش ناقص الا تعصب ايدي يتكلم بقى لهم بقى طب تخيلي بقى يا استاذه الاغنيه اللي عايزين يمسكوا عليا غير الاغنيه سيب ايدي غير الاغنيه اللي انا اديتها لهم يمسكوا عليا صوره تتسرب لي والله وائل كل ما اجي اقول لك عاوز اتفرج على الاغنيه دي انا عمري اتفرجت عليها اقول يا ربي بغض النظر عن الاغنيه بغض النظر عن شفتوا يا جماعه على مؤيدين السيسي دول ايه عمر ما يعني مش قالت مثلا ايه انا مع السيسي والشرطه والجيش والشعب لا 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 اختها مش عارفه تركز انا بفرجته على مؤيدين السيسي لان انا استفزيت جدا من المداخله دي ما اعرفش ازاي بهجت بيجيب صبر انا لو منك كنت مسكت كرامتي على الارض مع احترامي لا 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 احترم نفسك بدل ما انا لمسح بكرامتك الارض بص امك احلى ما في لا لا الاختها انت جيسي اختها تبقى جيسي بص امك على بص ام السيسي يا شرموطه اختك يا بنت اللبوه مش عارفه تخش مصر وانت عماله تقولي انا بايد السيسي بايدان هو ان اختك هتموت بره مش عارفه ترجع يا بنت الاحمر انت مره الجزمه دي تحطيها في قصتك يا شرموطه يا ابن الشرموطه يلا يا بنت الوسخه انزلي ارقصي في اللجان يا معرفش انزلي ارقصي في اللجان يا بنت استني يا شرموطه لما استني يا شرموطه يا بنت الاحمر في اللجان مش عارفه ايه يا شرموطه على قصتهم سيب ايدي ده اللي بيجنيكي كده والله انت جدع يا وائل والله انت راجل تسلم لسانك يا اخي وحدوها يا جدعان جيسي انت لسه عايشه؟ ايوه عايشه معلش يا جيسي لا مفيش مشكله وائل لما شتم ما شتمش امها هو بيشتم الموقف بتاعها الفكر بتاعها خدوا بالكم يا جدعان يعني احنا بنضطر بنشتم ما بنشتمش بالاهل لان لما واحد بيطلع سوي ابن مره وسخه يعني وبيقل ادبه بنقل ادبه عليه ما بنشتمش هو مش المقصد ان انا اشتم وهين امه لا لا الاستاذ وائل ما ياخدش باله ان هم اخوات وطبعا انفعال لا لا بيتكلم بنقول لا هو واخد باله وفاهم بس هو فاهم هو بيقول ايه هو لا يعني ان هو يشتمها هو بيشتم فكرها الفكر بتاعها ايوه ايوه انا لسه كنت هقول يا استاذ بهجت لو الاستاذ وائل تحياتي ليه ما قالش الكلمتين اللي قالهم انا كنت هطلع اقولهم يعني فيعني ما مش هنختلف كتير انا ما رضيتش اعيد منتظر رد فعل الناس هيكون عامل ازاي